أخبار اليوم. أنا كوثر وسليتي من تونس من جامعة إسبري. احنا اليوم ربحنا المرتبة الأولى في مسابقة التخيل الميكروسوفت. العمل متاعنا هو فرشة للصبات للجزمة للمرضى بالسكر. هو المرضى بالسكر بيمرض بمرض انه العروق في الاعصاب ما عادش شغاله، وهو لما بيمشي ما بيحس بالوجع اللي حيحصل بعدين، لذلك يوصل له انه ساقه بتقطع، قصوره يعني ساقه تتقص. نحن الابليكيشن تاعنا هو كي بدا يمشي ويوصل يعني برشا على ساقه، نقول له نقص، يعني ما عادش تمشي على الجنب ده، حاول انك تبدل. وعندنا زيدا تانس، يعني يعطيوك كل ستيموليشن باش ترجع انه العصب هذاك يولي شغال، دونك يولي يحس بالوجع. وان شاء الله نمشيو للسياتر ونشرفوا الدول العربيه ونشرفوا تونس ونشرفوا اسبري. السلام عليكم، انا انيس علاني من تونس. ربحنا اليوم الفيرست بليس في كاتيجوري انوفيشن. المشروع نتاعنا هي سمارت انسول، معناتها فراشه نتاع حذاء ذكيه تقوم بدورين، هي تعمل بريفنشن اولسر للمرضى بالسكر. احنا جروب بازيليسك، اسمي صابرين سيسي من تونس. ربحنا الفيرست بليس من انوفيشن. اور بروجكت هو على سمارت انسول. سمارت انسول هذه اش تعمل؟ وسطها بارتي سانسر هذه ما تخليش المريض بالسكر ينزل برشا على البلاصه اللي هو مجروح فيها في ساقه، خاطر بالوقت تولي ألسر. وعندنا البارتي الثانيه اذا كان ولات لا قدر الله ألسر، عندنا البارتي الثانيه اللي هي تانس ستيموليشن. اللي مريض بالسكر يولي عنده مشكله في العصب في ساقه، يولي ما عادش يخدم بالكدا، دونك ما عادش فما ميساج يوصل للمخ. اما لي نير بيريفيريك، العصب اللي حذا بعضه، يولي المخ يبعث له برشا ميساجات، دونك تولي وجيعه مش عاديه في بلاصه هيك. احنا فما التانس هو من قبل موجود، احنا خذينا التانس وعملنا منه ستيموليشن هذايا يخليه يستيمولي العصب اللي ما عادش يخدم، دونك يولي فما ميساج يتبعث للمخ، دونك البلاصه هذيك ما عادش توجعو. يعني هو يستعملوا فيه في الاوروب في امريكا كوم ايت دي مساج. هو نحاول افهم، هو المفترض هو التطبيق بيدي للعصب ستيموليشن، ان هو مش هيقدر يستحمل لا، هو البلاصه توجع فيه بطريقه مش عاديه. احنا نحطوا ستيموليشن، نحطوا لي باتش هذوما تخليه ما عادش توجعوا البلاصه هيك، تخفف عليه الوجيع.